بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في لقاء نتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في مستهل هذا اللقاء. نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، هناك بعض الاستفسارات من بعض الإخوة، فهذا السؤال يقول: نحن مجموعة من المبتعثين في الخارج، بعضنا له سنة والبعض الآخر له سنتان أو ثلاث أو أربع، فهل لنا حكم المسافر في الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المسافر قد رخص الله له في قصر الصلاة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقصر الصلاة في أسفاره حتى توفاه الله عز وجل. وكذلك الفطر، الله جل وعلا رخص للمسافر أن يفطر في رمضان، قال تعالى: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في حالة السفر. أما في حالة الإقامة، فالإقامة تختلف عن السفر، فالأصل في المقيم أنه لا يقصر الصلاة، وأنه يصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، والأصل فيه أنه يصوم لأنه مقيم وليس بمسافر، هذا هو الأصل. وإنما يستثنى إذا كانت الإقامة غير محددة وغير منوية، أقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي قريبا أو بعد فترة، فهذا يقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأنه لم ينوي إقامة محددة، فهو على نية السفر. الحالة الثانية: إذا نوى إقامة أقل، يعني 4 أيام فأقل، فهذا أيضا يترخص بالقصر والفطر في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع في صبيحة 4 من ذي الحجة، وبقي إلى اليوم 8 يوم التروية، وهو نازل في الأفطح يقصر الصلاة. فإذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل، فإنه أيضا يترخص برخص السفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يرجع إلى الأصل فيتم الصلاة، الأصل في المقيم، فيتم الصلاة ويصوم في رمضان، ولا يجوز له أن يترخص رخص السفر لأنه تحول من مسافر إلى مقيم، والأصل في المقيم أنه يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان، وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم. ربما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 14 يوما أو 18 يوما يقصر الصلاة، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة محددة في مكة، وإنما أقام ليتأهب لغزوة حنين، أقام لغزوة حنين يتأهب لها ويترصد أحوال العدو، ولا يدري في أي ساعة يحصل اللقاء بينه وبين الأعداء. وكذلك هو في غزوة تبوك إنما أقام يترصد أحوال الكفار الذين جاء لقتالهم، ولا يدري متى يهجمون أو متى يحصل اللقاء بينه وبينهم، فهو لم يقم إقامة محددة، وإنما أقام لهذه الأغراض
ومثله المسافر إذا نوى إقامة لحاجة ولا يدري متى تنقضي فإنه يقصر كما ذكرنا ذلك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ولنا وقفة مع أحوال المبتعثين في الخارج بالنسبة لمن هل لهم أن مثلا يتصلون في أهلهم في المملكة على أساس الإفطار في يوم العيد، أم كيف حالهم هناك؟ حالهم أن يصوموا مع المسلمين في البلد الذي هم فيه ويفطرون مع المسلمين في البلد الذي هم فيه، حكمهم حكم المسلمين في البلد الذي هم فيه، قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون، فحكمهم حكم المسلمين، عليهم أن يجتهدوا في تحري الهلال ويصوموا برؤيته. إذا كان هناك مراكز إسلامية فإنها تقوم بهذا الواجب فيصومون برؤيتهم ويفطرون برؤيتهم، وإذا لم يروا فإنهم يكملون شعبان 30 يوما في أول الشهر ويكملون رمضان 30 يوما إذا لم يروا الهلال في أول الشهر أو في آخره يكملون، قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أراد السفر من المملكة إلى الخارج ليعود إلى بلاده وبعد مغادرة الرياض قبل الفطور بدقائق تقريبا وأثناء طيران الطائرة تستمر الشمس حتى وقت طويل، هل له أن يفطر على الرياض أو يستمر في صيامه؟ إن كان غربت عليه الشمس قبل إقلاع الطائرة فإنه يفطر في المطار لأنه حكمه حكم أهل البلد، أما إذا أقلعت الطائرة قبل أن تغرب الشمس فإنه لا يفطر حتى تغرب الشمس لأنه يرى الشمس، وما دام يراها فإنه لا يفطر حتى تغرب، قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس قد أفطر الصائم، إذا كان في الطائرة وهو يرى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغرب ويرى أن الليل قد أقبل من المشرق وأن النهار قد أدبر من المغرب. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من الأسئلة أيضا يقول الأخ تحريت وقت الفجر قدر استطاعتي وظننت بقاء الليل فقمت للسحور فسمعت أثناء ذلك أذان الفجر فلفظت اللقمة ونويت الصيام، فهل صومي صحيح؟ نعم، ما دام أنك صمت مع أول الأذان وأمسكت عن الأكل والمؤذن يؤذن على طلوع الفجر لا يتأخر، أما إن كان المؤذن يتأخر عن طلوع الفجر فلا تعمل بأذانه، وأما إذا كان يؤذن على طلوع الفجر وأمسكت عند أول ما بدأ الأذان فهذا هو الواجب عليك. نعم. إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل رمضان بأيام وأنهكها المرض وهي كبيرة السن فصامت 15 يوما من رمضان ولكن لم تستطع صيام ما تبقى ولم تستطع أيضا على القضاء، فهل يصح لها أن تتصدق وكم يكفي في الصدقة يوميا مع العلم بأنني أعولها، فهل أدفع ما عليها في حالة ما لم يكن عندها ما تتصدق به؟ هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المرض الذي أفطرت من أجله يرجى زواله والشفاء منه فإنها تنتظر حتى تشفى ثم تصوم تقضي ما عليها، أما إذا كان هذا المرض لا يرجى شفاؤه إن كان مرضا مزمنا فإنك تطعم عنها عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكينا مقدار نصف الصاع عن كل يوم، وكذلك إذا كانت كبيرة هرمة ولا تستطيع الصيام وعقلها وفكرها باق فإنك تطعم عنها أو تطعم هي، إن أطعمت هي هذا هو الأصل، وإن وكلتك وأطعمت عنها فهذا مجزئ إن شاء الله. نعم. وهل حال من فقد عقله لإغماء أو لعملية جراحية نفس الجواب السابق فضيلة الشيخ؟ لا، اللي يزول إغماءه ويزول تخديره ويعود إليه فكره هذا لا يأخذ حكم الكبير الهرم والمريض المزمن، هذا يقضي الإغماء
إن كان يسيرا ثم زال في النهار فإنه يتم صومه ولا حرج عليه. أما إن استمر الإغماء من أول النهار إلى آخره ولم يفق جزءا منه فإنه يقضي هذا اليوم لأنه مر عليه ولم ينوي الصيام، لأن المغمى عليه ليس له نية. وكذلك التخدير، إذا استمر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يفق منه فإنه يقضي هذا اليوم. أما إن صام ثم خدر تخديرا يسيرا ثم زال عنه ذلك أو تخديرا موضعيا فإن هذا لا يضر صيامه. نعم. بالنسبة لاستعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان هل يفطر؟ لا بأس بالروائح العطرية، إنما الممنوع شم روائح العود ودخان العود، تبخر البخور العود قصد شمه. كذلك إذا كان الطيب مسحوقا فإنه لا يشمه لئلا يتطاير إلى أنفه ويذهب إلى جوفه. إذا كان الطيب مسحوقا فإنه لا يشمه، وكذلك دخان البخور لا يشمه، لا يقصد شمه. أما إذا كان الطيب سائلا فلا مانع أن يستعمله الصائم في أثيابه وفي بدنه. نعم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. إلى هنا أيها الإخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى. أجاب عن هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. على خير بإذن الله تعالى، نلتقي بكم في الحلقة القادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.